حلوه قوي، روبينيو طلعت حلوه جو. نوتشيرينو، نوتشيرينو، شوف بقى الزحمه والكثافه، ونوتشيرينو اللي ممكن كان على اعتاب الخروج يسجل هدف السادس هذا الموسم عامل اهو. ادي نوتشيرينو سجل كوره، ايه كوره، خمس اهداف لنوتشيرينو، وده هدفه السادس، خمس اهداف في باليرمو، وكان في بارما هاتريك وفي جنوا. وادي امامنا هنا بقى نوتشيرينو سجل للميلان في الدقيقه 54، هدف رائع 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 من جانب اللاعب نوتشيرينو عشان يتقدم الميلان بهدف. امامنا هو انطونيو نوتشيرينو، جالياني يبتسم، شوف امامنا التحضير حلو قوي، الركنيه على القائم الاول، روبينيو، نوتشيرينو حل من القادم من الخلف وفي وسط الزحمه حطها حلوه جدا صعبه. ادي امامنا حارس المرمى بريكج طبعا صعبه عليه، وسط اقدام وغابه من الثقال، ثم الكره امامنا ايه، شوف رايحه قويه قويه الكره، هدف حلو قوي من انطونيو نوتشيرينو اللي يعني الحقيقه البعض هاجمه لما انضم للميلان، والبعض قال لك اقل من مستوى الميلان.